بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سوف نقوم في حصة اليوم بإتمام ما بدأناه في مادة التاريخ، درس الحضارة الإسلامية الإنتاج الفكري. إذا تعرفنا في الحصة السابقة على موطن الحضارة الإسلامية في مجموعة من مناطق العالم، وعن أهم الأحداث العلمية والفكرية عن مجموعة من العصور، وتعرفنا على أن العصر العباسي كان من أبهى وأزهى العصور التي تميزت بها الحركة العلمية والفكرية الإسلامية آنذاك. كما تعرفنا كذلك على عوامل الحركة العلمية والثقافية، اتهم القرآن الكريم والأحاديث النبوية في الدفع بالمسلمين وتطور الحضارة العربية الإسلامية. أما عن حصة اليوم سوف نتعرف على أهم الميادين الفكرية والعلمية وعلى بعض نماذجها، فمن خلال الوثيقة 1/61 نلاحظ معطيات حول الحركة العلمية والفكرية في العصر العباسي. ومن خلال الجدول يبين أهم المجالات الثقافية وفروعها وأسماء الأعلام وأصلهم وعن تاريخ حياتهم وأهم مؤلفاتهم وتخصصاتهم. ففي الميدان الديني واللغوي يتفرع عنه مجموعة من العلوم كعلم الحديث أشهر أعلامه البخاري، وعن علم الفقه أشهر أعلامه مالك بن أنس، وعن علم اللغة أشهر أعلامه الخليل فرهيدي وسيبويه. ثم الميدان الأدبي فيتفرع عنه علم النثر، وعلم النثر أهم أعلامه كذلك ابن المقفع والجاحظ، وعن الشعر أشهر أعلامه أبو تمام وأبو نواس، وعن التاريخ كابن هشام، وجغرافيا خردة الدابة. أما في الميدان العلمي فيتفرع عنه علم الحساب إدوارد الخوارزمي أشهر أعلامه، ثم الطب يعتبر الرازي كذلك أشهر أعلام هذا العلم، ثم الكيمياء يعد جابر بن حيان أشهر أعلامه. إذن وبعد التعرف على أهم المجالات الثقافية وأشهر أعلامها، سوف ننتقل للتعرف على النماذج الإنتاج الفكري والعلمي في الحضارة الإسلامية. في الصفحة 62 التي تتحدث عن تطور الفكر الفلكي والجغرافي الإسلامي، في الوثيقة 1 فالنص يتحدث عن مساهمة العلماء المسلمين في تقدم علم الفلك والجغرافيا، ويعد ابن رشد اقرأوا المرجع هذا النص، يعد كما قلنا ابن رشد أهم جغرافيين في ذاك الزمان، كما يعد كذلك الشريف إدريسي أهم علماء هذا المجال كذلك. فحسب الوثيقة 2 من نفس الصفحة التي تبين أول من رسم خريطة للعالم. أما عن الصفحة 63 فيتحدث عن تطور المالفة العلمية في الطب عند المسلمين. فحسب الوثيقة 3 التي تتحدث عن أهم الحقائق العلمية التي تم التوصل إليها من قبل العلماء المسلمين في الطب آنذاك. أما عن الوثيقة 4 فهي تتحدث عن طبيب مسلم يجري عملية جراحية لشخص. نستنتج إذن أن كل ما تطرقنا له أن العلماء المسلمين كان لهم دور فعال في ظهور العلوم بمختلف أنواعها، ولهم الفضل إلى ما وصلنا إليه اليوم. وعلى هذا الأساس سوف تقومون بكتابة درس اليوم في دفاتركم، وكتذكير فقط سيتم مراقبة جميع الدفاتر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.